قصة ذهاب حضرتك شاهدت هذه الواقعة؟ شاهدت الواقعة من بدايتها، وأنا عجبني حضرتك توصيفك للواقعة في البداية. أنت قلت شباب دفعهم التعصب للإتيان بالأفعال اللي أحدثت ما أغضبنا جميعا وما يحاكموا عليه الآن. شباب يعني ما عندوش النية أو سبق الإصرار والترصد إن هو يروح يعمل عملة زي كده، ولكن زي ما حضرتك قلت دفعوا التعصب والغيرة على فرقته خرجت من لا بس البطولة. ده مش مبرر. لا، ما أنا بقول لحضرتك، ولكن احنا بنرفض كل دوت. ولكن يعني اللي ممكن يبقى ما بنتكلم فيه ان في وسط الشباب دوت بعض الابرياء، بعض المظلومين، مش كله طبعا، ولكن احنا بنتكلم وبنناشد سيادة الرئيس من خلال منبرك ومن خلال اكتر من منبر اعلامي ان يعني تبقى العفو الرئاسي بيشمل من حكم عليهم وبيشمل من قضوا عقوبات. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان ده بتفكر ازاي، هل يعني الشباب دوت ممكن تضمه تدخله يعني تدخله بلده تاني، تحاول ان انت بتلم له شمله من خلال انا قرايتي او قربي من الموضوع. احنا في المصري اليوم اول ما انفتحنا للاسر ديت منبر مبادره العفو يا سياده الرئيس، يعني ما حضرتك تشوف الوقائع او لما تشوف الناس اللي بتتكلم، الناس لا تنتمي لاي تيارات سياسيه او اي تيارات معاديه للدوله، بالعكس الناس كلها يعني او معظمها يعني الحالات اللي انا شفتها ناس بتحب بلدها، ناس لا خايفه على بلدها. هم يعني اتفاجئوا ان هم بقوا موجودين في قضيه ممكن يدفعوا ثمنها غالي جدا. ناخد